اليوم عندنا شوية نقنقة إيطالية، طماطم مع جبنة إيطالية وزيت زيتون. الله، تعالي 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 تعالي. هذا الصحن تاخذوا كده حبة تركي، بافلو موزريلا، بريزاولا مع الأخضر حقه موزريلا. هو المفروض شكلها مرة مو كده، بس حتدوس. واو، نكهة الجبنة على دولتشي. شيء الله يعافيك، شيء مو طبيعي. تاكل معانا؟ شيء مو طبيعي. لازم تحطوا الحليب كذا فوقه. لا يعني انا قاعد اضبط فيها من اول يا سلطان. كم مره اقول لك؟ طب هات هذه من اول غايصه. ان شاء الله توقف في حلقك. خف من اللقمه دي. ما حب لا. يا الله. الله 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 الله. هنا عندهم كريم برليه يدوك هذا عشان انت تحرق السكر بنفسك. ايش سويت يا اخ؟ تسوق عيش يا ولدان. طب ايش خربتها. كان شكلها حلو. مو شكلها جنجي، هو الطعم. ايش بتسوي؟ مين ياكل يدك ليه جايه هنا؟ حب الحليب. لا ما شاء الله تبارك الله، والله شيء لذيذ، مره لذيذ. كوزي سمك ثراء. توحبوا يا أهل الرياض، هذه سنابة لكم. يوم السبت الجاي، السبت الجاي. ايش السبت الجاي؟ قول ما شاء الله ما شاء الله. قول لي يوم ايش السبت الجاي حتمسك البرجر في يد واحده يا جماعه، بس في فرع الرياض. نشوفكم فرع الرياض السبت الجاي، وان شاء الله كل واحد يجي هناك يقابلنا ما حد حيخرج زعلان، حياكل من يده، كله حيخرج شبعان. يا ويلي ويلاه. انت قلت لهم فين الفرع؟ فين الفرع؟ في ايش اسمه؟ تركي الاول. حي المحمديه. دحين احط لهم اللوكيشن لا تخاف. أوكي. بس هذا البرجر ايش اسمه؟ بيج سحس. ايوه بيج سحس. يا ولد ولع. لما تيجوا تطلبوه قولوا بيج سحس. ولو ما لقيتوه في المنيو طلب مجانا. ما راح يجيكم كرز قد كده من دحين. انت في بيج سحس ولا ما في؟ انا قاعد اصور وليش؟ في بيج سحس ولا ما في؟ انا اشوف يوم اللي يا ربي سكرت منيو. يا ربا يا ربا. وربي لا تقول لي لغوصه، لا تقول لي هبل، جيب
عشان كده نحن نيجي المطعم هو مقفل يا جماعه عشان ما ننفضح. بتفل بوجهك انت بحسن. ما تصورنا انا باكل استحيك كيه؟ استحيك يعني كل واحد جعان عينه بأم البرجر يجيب يسعاد الأم دي عارف الله عزيزي ما ترى معك ما ترى والله المصرح ما كنا خذ اللقمة ما تزرق معلق على أمه والمدة تعلق عزيزي لأمه ما بقى الحمد لله بسبب رجيم أصلا فين الوصلة حقت غنينة يا تركي هذه هي هذه هي لا لا مو هذا برجر خد هذا الجديد طلب ثلاثة زيه اللي واحد وطلب ثلاثة ما شاء الله قفل يا أخي اسبوع وين علق علق فتح فقرة جوعني إنها اللحمة تتقطع تتقطع اللحمة أمي أريد هذه اللحمة أوه إنه يمرضغني إنني أشرشر ما كمل. رأيك في هذه اللحمة؟ أكلني لا ما ينفع يا ويلي واو السلام عليكم نعم هذا مو كوست نفضل كده شغالين؟ ايوه خليني اتفرج عليه طب خليني انا كمان اسوي هذا اوي لا لا واو 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 انت من احلى مين كان يعرف انه شخص عنده حلا؟ امي انا ولا حعبرك حاجة ليه امي اقول لك امي كيف بتعبرني يا هذا مو حلا هذا سكته قلبيه اسمه هذا اسم الحلا سكته قلبيه يا جماعه بعد اذنك يعني اسم الحلا سكته قلبيه انت ايش مسميه مكسين مو حلو سكته قلبيه احلى والله واو نسميه سكته قلبيه واو ممكن تبطل كلام ايش بدك الكلام يعني كلامك ما له داعي دحين مو لذيذ مره مو لذيذ ليه بتاكل؟ شموها كده تفاصيل يا اخي عدم شكله زي الكريمبرلي كل الناس بيقولوا عدم شكله مش اهدى طب انا الحين ليش بصور؟ هو في كوكي هو عباره عن كوكي وبراوني وايس كريم تشكيله ابيتايزرز هنا عندنا تشيزي بايتس الله هذا دلع هذا موتزاريلا ستيك راح نحلي اخر شيء تشيز كيك فرامية لا لا ايش في لذيذة ايه بس لذيذ مو كده ايش لذيذ قمت شيء بيتك ايوه انت ليش لذيذة اسف انا اصرفها اسف دي